بهدف خلق حركة تجارية ببلدية سيدي خويلد بورقلة، وتلبية لمطالب سكان، تم افتتاح فضاء تجاري الأكبر من نوعه في الجنوب الكبير، استثمر فيه أحد الخواص. باركينج تاعنا إن شاء الله راه يستوعب حوالي 500-600 سيارة، والفضاء تاع الألعاب موجود يعني بمساحة كبيرة إن شاء الله. وبالنسبة كما قال لك اليد العاملة إن شاء الله، رانا نسعى في المستقبل يعني ممكن بعام ولا أقل نلحقوا 300 عامل. حاولنا على الأكثر ما يكون من تشغيل من الشباب ومن البنات، وإن شاء الله نكونوا في المستوى، وهذه حاجة تضيف للجنوب والجزائر كلنا. يستقطب هذا المركز التجاري العائلات والزبائن، وبات مقصد الجميع في اقتناء كل اللوازم لتوفرها وبأسعار تنافسية، بالإضافة إلى توفر لفضاء للتسلية وحظيرة للسيارات. فيها كل شيء مليح، أسعارها مليحة، ثاني كل شيء منتج بلادنا وباهية، فيها حوايج بزاف مليح استفدنا منها. يعني النظافة، وعند كنت تحط كرة السيارة نتاعك وين ولادك يلعبوا، تقضي صوالحك، تقضي تشيل المصروع اللي واش لازم تاع الدار كاينه. هذا استثمار في الخدمات، يعني راه رايح يلبي حاجيات مواطنات ومواطني ورقله وكل الولايات المجاوره. الفضاء التجاري واحد من الاستثمارات التي بإمكانها بعث بوادر أمل في الدفع بعجلة التنمية الحقيقية في مناطق الجنوب والنهوض بها في شتى المجالات.